احتضنت مدينة الرباط توني فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لآلة القانون. المهرجان استضاف عدد من عازفي آلة القانون. واحتفى هذا المهرجان بدولة لبنان ضيفة شرف لدورة المهرجان. نتابع هذا التقرير. مدينة الرباط على موعد جديد مع الموسيقى. المهرجان الدولي لآلة القانون الذي تحتضنه المدينة وصل دورته الرابعة، وكما هو في الدورات السابقة يحتفي المهرجان بآلة القانون وبالعازفين، يتيح لهم فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب. هالدورة الرابعة كتميز بحضور عازفين متميزين لأول مرة في المغرب، من تركيا وكذلك من الجزائر وكذلك أبناء الجالية المغربية من بلجيكا اللي كتمتدوا الطفلة سلمى اليزيدي، كذلك حضور عازفين، مجموعة من العازفين أساتذة وطلبة من مختلف المدن المغربية تقدموا عروض فنية. عازفة من العازفين ومشاركة من المشاركات اللي عزفوا على آلة القانون في هذا الافتتاح هذا. بالنسبة لآلة القانون كنت بديتها منين كانت عندي 6 سنين، وأنا كنشوف بابا دائما كيزف في الدار، وتخت المبادرة أنني أنا نبدا نعزف القانون ولاش ما نكونش نكمل الأسرة والعائلة الفنية ديالنا. وكدأبه كل عام يكرس المهرجان ثقافة الاعتراف، يحتفي بتجارب عدد من العازفين وما راكموه خلال سنوات من الاجتهاد والإبداع. المكرمون عازفون من المغرب ومن دولة لبنان ضيفة شرف المهرجان هذا العام. شكلت آلة القانون ركيزة أساسية في تاريخ العزف اللبناني، وقد أدخلها الرحابنة إلى المسرح حيث غنت الغمالقة فيروز ووديع صافي على أنغامها. بعيدا عن العروض الموسيقية وليس بعيدا عن الموسيقى، قدم المهرجان لطلبة المعاهد الموسيقية في المغرب ورشات تكوينية خاصة في العزف على آلة القانون. المؤطرون أساتذة عازفون يمثلون بلدانا ومدارس موسيقية مختلفة. سعادة كبيرة أن كان تجاوب كبير وخلقنا فضاء للفن للموسيقى راقية، حينا شيء جميل، حينا آلة ساحرة. 3 أيام من الموسيقى إذن يقدم فيها المهرجان لمتابعيه سهرات متنوعة يستمتعون فيها بواحدة من أعرق الآلات الموسيقية في العالم.